مرة جديدة عم يحتفل لبنان بنجاحاته بعالم المال والأعمال بالرغم من الصعوبات الاقتصادية والسياسية، فقد احتفلت فوربس الشرق الأوسط بلبنان 100 وكرمت أبرز الشركات وقادة الأعمال رجال وسيدات من كافة القطاعات يلي ساهموا بتشكيل اقتصاد البلد. بيروت دائماً وأبداً منارة للعلم والجمال والإبداع، فنحن من خلال قوائم مجلة فوربس اخترنا من كل قوائمنا اللي تم لقادة الأعمال اللي تم ذكرهم في قوائم فوربس عالمياً. هاي مبادرة من فريق عملنا إن نكون نحن متواجدين بهالمرحلة بهذا الوقت ببيروت لنقدم كل الدعم والحب للاقتصاد وللسياحة. تصنيف فوربس شمل عدد من القوائم، ومن ناحية أقوى 10 شركات عامة بلبنان بناء على حجم المبيعات وصف الأرباح والقيمة السوقية، تصدر قطاع البنوك اللائحة ممثلاً ببنك عودة يلي هبلون بنك ثم بيبلوس بنك بالمرتبة الثالثة. أما قائمة اللبنانيين الأكثر ثراءً على مستوى العالم فقد ضمت الأخوة طه ونجيب مئاتي، بالإضافة لأبناء رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، بهاء وسعد وأيمن وفهد الحريري. وعقائمة أقوى الشركات الناشئة اللبنانية تصدرت أنغامي الترتيب يليها تطبيق سكريبتر وشركة فلافل جيمز. إذن وبحسب فوربس بيتمتع لبنان بمناخ استثمار جيد لقادة المال والأعمال، فلبنان نموذج يحتذى به بدعم وتحفيز قيم الابتكار والإبداع بشتى القطاعات الاقتصادية.